أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى اليوم 18 من حرب روسيا على أوكرانيا. نتابع معكم تطورات ميدانية متعلقة بالعملية العسكرية. فوسط تحذيرات من حدوث مأساة إنسانية، أكد مسؤولون أوكرانيون أنهم على استعداد للقتال مع اقتراب روسيا من العاصمة الأوكرانية كييف. ننتقل الآن إلى مدينة ليفيف، حيث أكد مسؤولون أوكرانيون سقوط 8 صواريخ على مركز حفظ السلام والأمن الدولي الذي يعمل فيه مدربون أجانب في المدينة. أما في مدينة ماريو بول، المدينة المحاصرة على بحر أزوف، فقد استهدف قصف روسي 9 منشآت صحية بما في ذلك مستشفى للولادة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت مسافة 14 كيلومترا باتجاه منطقة دونباس الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. بدورها أعلنت الخطوط الحديدية الأوكرانية تعرض قطار يستخدم في إجلاء المدنيين لهجوم من قبل الجيش الروسي بمنطقة دونيتسك. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.